بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. في بداية هذا الفيديو في أود أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في بداية الأمر أن أعرفكم بنفسي. أنا اسمي حديد العيد، طالب جامعي على مستوى جامعة أبو بكر بالقائد بتلمسان، السنة الثانية ماستر، تخصص إلكترونيك إنسترومنتاسيون، ونمارس كذلك رياضة الكيك بوكسينج ورياضة الفنون القتالية المختلطة، إضافة إلى هذا رياضة كمال الأجسام. وسبق لي وإن تحصلت على المرتبة الأولى في اللقاء الوطني للشباب العلمي بولاية تندوف سنة 2018 وكذلك سنة 2019، أي تحصلت على المرتبة الأولى مرتين متتاليتين. في هذا الفيديو أود نشارككم بعض من التجربة إخواني وأخواتي، وهذا تحت إشراف وبالتنسيق مع المركز الثقافي الإسلامي لولاية تلمسان. ومن هذا المنبر نوجه التحية إلى الأستاذ ماحي أمين مدير المركز. اليوم لن أتكلم كجزائري ولن أتكلم كعربي، بالرغم من أنني أفتخر وأعتز بعروبتي وبأصلي الجزائري. اليوم سوف أتكلم كإنسان مسلم. اليوم العالم يعيش حالة حرب، نعم يعيش حالة حرب. هذه الحرب تجمع بين الكائن أو الجنس البشري وبين فيروس ميكروسكوبي. هذا الفيروس يسمى بفيروس الكورونا، الصيغة العلمية تاعو كوفيد 19. هذا الفيروس الذي عدد ضحاياه تتزايد يوما بعد يوم، القتلى بالآلاف، والآلاف يمكن أن تصير بالملايين. هذا الفيروس الذي له حصيلة كبيرة من الضحايا، وهذا كله في ظرف لا يتجاوز 4 أشهر منذ بداية ظهور بالصين الشعبية إلى غاية انتشاره عبر مستوى العالم. هذا الفيروس ينتقل للإنسان ليس عن طريق الحيوانات أو غيرها، ولكن ينطلق إلى جسم الإنسان عبر احتكاكنا مع بعضنا البعض، عن طريق المصافحة، عن طريق اللمس. مثلا أنا تصافحت مع إنسان مصاب، سوف يبقى الفيروس على سطح الجلد مدة 3-4 ساعات، أقصاها أكثرها 5 ساعات قبل أن يدخل إلى داخل الجسم. يمكن أن يكون على سطح الجلد أو على مستوى العين أو على مستوى الأنف قبل أن ينتقل إلى سطح إلى داخل الجسم. وقبل أن ينتقل يمكن القضاء عليه، وهذا عن طريق التطهير العضو، مثلا الأنف أو قيام بالغسل. يعني إذا غسلنا الجسم بتاعنا راح نقضيه عليه قبل ما يدخل للجسم بتاعنا، وهنا تظهر لنا واحد النعمة راح عدنا بين يدينا. النعمة اللي احنا نملكوها منذ أكثر من 14 قرن، ألا وهي نعمة الوضوء. لو نلاحظ الفترات مثلا بين صلاة الصبح أو صلاة الصبح والظهر والظهر والعصر، سوف نجد أن هناك 3-4 ساعات بين كل صلاة وصلاة، ونحن نتوضأ قبل كل صلاة. ما أعظمك يا ربي بنعمة الوضوء. هذا الفيروس الذي عجزت عن القضاء عليه حتى كبرى الدول التي كانت تقول أنها تملك أسلحة لا تقهر، هذا الفيروس الذي أصبح ينتشر بسرعة البرق
ضارب الحدود الجغرافية واللون البشرة الإنسان والديانات ضاربها عرض الحائط. اليوم علينا أن نكون في صف واحد مهما اختلفنا دينيا، ثقافيا، سياسيا، لغويا. علينا اتباع نصائح أطباء وعمال الأمن وعمال الصحة ككل الذين يحاربون هذا الفيروس، وهي أن نبقى في منازلنا، لا نغادرها تماما، وهذا حتى لا ينتشر الفيروس، لأن تحركاتنا نحن في الشارع سوف تزيد من احتمالية انتشار الفيروس. يعني إذا كل شخص بقي في منزله ولم يغادره، يعني هذا الفيروس سوف يقضى عليه. ومن هنا نضرب مثال من السيرة النبوية. أحد، جبل أحد، غزوة أحد، غزوة أحد التي انهزم فيها المسلمين، التي انهزم فيها جيش المسلمين ضد جيش الكفار، وسبب انهزام كلنا يعلم أنه عندما نزل الرماة وخالفوا التعليمات، حيث كانت التعليمات هي أن لا ينزل من الجبل سواء كان جيش المسلمين فائزا أو خاسرا. عندما الرماة رأوا أن المشركين ينسحبون، نزل الرماة من الجبل، وبالتالي أتاهم جيش المشركين من الخلف. كل يعلم بهذه القصة. كذلك نفس الأمر، تعليمات اليوم هي أن نبقى في منازلنا. إذا غادرنا منازلنا، العدو كورونا سوف يأتينا من الخلف. لذلك يجب تنفيذ تعليمات بالحرف الواحد. عمال الصحة، عمال الأمن، الذين هم اليوم يقومون بكل ما آتوا بقوة حتى يحاربوا هذا الفيروس، لا يمكن القول لهم أي شيء سوى شيء واحد. ونستدل من الآية الكريمة: ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. في ختام قولي هذا، نرجو من الجميع البقاء في المنزل، لأنه عدم الخروج من المنزل سوف تقل نسبة ضحايا هذا الفيروس، وسوف يقضى على هذا الفيروس تماما. وخلال بقائنا في هذه الفترة في منازلنا، علينا أن نغتنم الفرصة في تلاوة القرآن الكريم، مطالعة الكتب، ممارسة الهوايات التي كنا نود أن نمارسها ومنعتنا عنها ظروف الحياة. كذلك نتعلم أشياء جديدة. على سبيل المثال، نتعلم اللغات الأجنبية، مثلا اللغة الإنجليزية، اللغة الألمانية. وأهم شيء أن تعود الأسرة تلك اللمة التي افتقدناها بسبب شبكة الإنترنت، التي أصبحنا في المنزل الواحد أصبحنا كأننا دويلات. علينا أن نلتم معا، نبقى معا في جلسة واحدة، ولا نلقوا بأيدينا إلى التهلكة.